مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العديد من يتساءل هل يتواجد الذهب في بعض أنواع النظارات؟ الجواب نعم. وما هي أنواع وأشكال النظارات التي تكون من ذهب؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا الشرح. مشاهدين، قبل أن نبدأ لا تنسوا دعمنا بإعجاب للفيديو، وإذا كنت أخي المشاهد أول مرة من تشاهد فيديوهاتنا فاشترك معنا في القناة ليصلك كل ما نمتلك من تجارب وخبرة نوافيكم بها. مشاهدين، يتواجد القليل من هادلي مارك النظارات التي تكون من ذهب. أغلب النظارات ليس فيها ذهب بل مطلية بالذهب فقط، كما ترون في هذه النظارات تكون مطلية بالذهب كما ترون مشاهدينا، من نوع 22 قيراط طلاء الذهب للنظارات. أغلب النظارات تكون مطلية بالذهب، ولكن يتواجد بعض النظارات التي تكون من ذهب مشاهدينا، وهي النظارات. يتواجد بعض الأنواع من النظارات القديمة مشاهدين، ركزوا معي، النظارات القديمة التي تكون عندها هذا المفصل دائري هكذا بهذا الشكل، يكون هذا المفصل دائر هكذا حتى لهنا، ويكون هذا المفصل رقيق جدا، ومن هنا كذلك يكون دائر. أغلبهم يكون من ذهب عيار 9 القيراط أو 14 القيراط أو حتى 18 القيراط، ويتواجد نظارات أخرى يكون من ذهب، وهما النظارات مشاهدينا لامارك ديالهم كارتير، ردوا البال. يتواجد كادر النظارات من ذهب، سواء كان من الذهب الأصفر أو من الذهب الأبيض البلاتينوم، هذه الأنواع التي يكون فيها ذهب مشاهدينا. فإذا فدناكم مشاهدينا فلا تبخلوا علينا بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.